بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم في يوم الختام، في يوم السلام، في ذروة السلام ويوم السلام والاحترام، في اليوم الكريم، في اليوم الكبير، في الحضور السامي. مرحبا بقدوم سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة عجمان حفظه الله ورعاه. مرحبا بك يا ابو عمار، رحب بك الغيم كانه قاعد يحتريك. مرحبا بهذا الحضور الذي شرفنا وزادنا فخرا واعتزاز. مرحبا بقدوم سيدي بو حمدان، مرحبا بك سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. مرحبا بالطاري اللي في خيالي جابك. مرحبا يغلى من يستاهل التحية. مرحبا بكل الحاضرين، مرحبا بأصحاب السمو الشيوخ. انطلق أغلى الأشواط وأعتاها، أقوى الأسماء وأغلاها، والخمسة مليون. السيف الذي يحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. سيف يحمل اسم الفخر، يحمل اسم العز، القيادة مع مرغم وأهل مرغم القادمين من أجل السيوف، القادمين بتاريخهم، القادمين بإنجازهم. الواثق يقدم لنا فبركة يا فبركة المسيطرة على المركز الأول، يقدم لنا فبركة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير بمتابعة بو راشد في هذا اليوم. محمد بن راشد بن غدير يقدم لنا فبركة وانطلاق طاقه الدينامو الحميدي بن سالم العمري. ولعت 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 مع المركز الثاني الحلامي، يقدم لنا شواهين سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. حرك شواهين منذ البداية واشعلها نار، اشعلها نار، اشعلها نار من أجل السيف. المركز الثالث القادمة الواصلة الظبي، الظبي عبد الله بن سعيد بن راشد الخاطري بن سلوم، بن سلوم وشعلومه اليوم. المركز الرابع الظبي القادمة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس القدوم الوصول من سمة دبي القادمة لسعادة صالح بن نصر العامري، يقدم لنا سمة دبي. هكذا متابعينا في كل مكان، الخمس المراكز الأولى الباحثة عن السيف المنتظر، السيف المرتقب في ميدان التل، في ميدان التل. وين اللي تل السيف؟ وين؟ وين اللي تل السيف؟ وين؟ وين اللي شمر عن ذراعيه؟ وين اللي شمر عن ذراعيه من أجل السيف، من أجل الناموس، من أجل الفخر، من أجل السلام، من أجل التتويج، من أجل الجماهير، من أجل اليوم التاريخي. أول
السيوف في عام 2023. من ينتزع السيف؟ أبناء بن غدير، أبناء بن غدير يتقدمون نحو مرغم، نحو مرغم والإنجازات، نحو مرغم والتاريخ الواثق من قدراته. حمد بن راشد بن حمد بن غدير أكثر من انتزع السيوف، أكثر من انتزع السيوف، يتحرك الواثق الحلامي، الحلامي مع المركز الثاني يتحرك ويحرك شواهين سعادة أحمد بن سلطان. الحلامي ناوي على السيف، ناوي على السيف. المركز الثالث القادمة مهمة مع المركز الثالث لسعادة أحمد بن سلطان. الحلامي قادم مع مهمة مع المركز الثالث من أجل السيف، خطط أبو سلطان، من أجل السيف خطط أبو سلطان. المركز الرابع، المركز الرابع القادمة الواصلة مع المركز الرابع من واقع الشعار يا أخواني، تابعوا وراقبوا. المركز الرابع شعار بن حماد، شعار بن حماد. من أرعب التاريخ، من أرعب التاريخ، من أرعب المشاركين، من أفرح الجماهير، من وضع الوتاد في وسط الرمال، إنه بن حماد في وسط التلة، في وسط التلة. بن حماد قادم يقدم لنا شعار، يقدم شعار. من هي القادمة؟ الوحيدة، الوحيدة، ما مانع بن علي بن حماد الشامسي على خطى والده. إن لم يكن لبن غدير وتاريخه، بن غدير وتاريخه، بن غدير وإنجازه، بن غدير يا لها من ثقة، يا لها من ثقة. يا حمد، يا بن راشد، يا بن غدير، يا متعب التاريخ، يا متعب التاريخ، يا بطل مرغم. فبركة 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 فبركة. الواثق سبب شبركة، سبب لنا الشبركة. الحلامي، الحلامي، الحلامي خل الحلم واقع، خل الحلم واقع. الحلامي ابو سلطان، الحلامي ابو سلطان. تغير السيف مجاره، تغير السيف مساره. بن غدير الحلامي لا تمنون الغارة، لا تمنون الغارة، لا تمنون الغارة. اسمه، اسمه من ذهب، اسمح من ذهب، بو سلطان من ذهب. سعادة أحمد بن سلطان الحلامي خل الحلم حقيقة، خل الحلم حقيقة، وحقيقته انتزاع السيوف، انتزاع الذهب. بو سلطان، بو سلطان، بو سلطان، أول من ينتزع السيف في عام 2023. السلام إلى العين، السلام إلى العين، السلام إلى العين. تهانينا لسعادة أحمد بن سلطان. الحلامي، الحلامي، الحلامي يطلع لك لو كنت في المنامي. مشكور بو سلطان باسم الجمهور. يا مالك مهمة، مهمة أنجزت المهمة بالسيف والخمسة مليون والتوقيت الزمني لحظة الوصول بعد قليل بإذن الله تعالى. أتى مع المركز الثاني مع فبركة، كان قاب قوسين وأدنى من انتزاع السيف. الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وثالثا الوحيدة لمانع بن علي بن حماد الشامسي. المركز الرابع الضبي لعبد الله بن سعيد بن سلوم الخاطري. وخامس المراكز كان الوصول سحابة ملك حمد بن غانب بن سلطان الهديفي الكواري. الضيف العزيز القادم من دولة قطر. هنا التوقيت الزمني لحظة الوصول ولحظة الانتصار. أفضل توقيت يتسجل في المساء
في هذا اليوم أفضل توقيت وأفضل جائزة وأفضل شوط وأفضل يوم يا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، ما مثل مساء الجمعة يوم. مشكور يا الحلامي، مشكور باسم الجمهور. اليوم المبارك والحضور المبارك والسيف المبارك، الله يديم الأمن والأمان والأفراح في دارك يا أبو خالد. أول سيف يحمل اسم سيدي رئيس الدولة، أي إنجاز يضاهي بعد هذا الإنجاز يا الحلامي؟ المركز الثاني، فبركة مع المركز الثاني، يا مال البركة مع ثاني المراكز. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير وإخوانه على فوز فبركة في المركز الثاني، 9 دقائق و5 ثواني و6 أجزاء من الثانية وثالث المراكز، من سجل اسمه برصيد من الذهب الممتلي الوحيد لمانع بن علي بن حماد الشامسي، بطلا من أبطال المهرجانات الكبرى. هكذا متابعينا في كل مكان النتيجة النهائية للخمس المراكز الأولى والتواقيت الزمنية للثلاث المراكز الأولى في شوط الختام.